صوت حلوة جدا، سيارة مصفحة مرافقة ويجي على الحاجز ويقول لا. إذا أنتم سبب، إذا أنتم سبب دمار البلد. طبعا كل الطبقة السياسية سبب دمار البلد. إذا أكو واحد جوعان بالشارع، وإذا أكو طفل ينام بلي أكل، وإذا أكو عراقي يموت بلي دواء، السبب هي الطبقة السياسية المتواجدة في المنطقة الخضراء، والطبقة السياسية التي تدير المحافظات مو بس الخضراء،